This is Mosaic from Marrakesh. ما نشوفوكش نهار في فيلم مغربي، لان تتهضري شويه اللهجه المغربيه. انا اتمنى الحقيقه ان يكون في فيلم مغربي، لانه انا اتمنى اكون في اي فيلم في الوطن العربي. وانا اتقن اللهجات، يعني مش هيكون عندي صعوبه في اني اتقن اللهجه، ادرس دوري كويس واحفظه، زي ما مثلا سناء مزيان درست اللهجه المصريه ومثلت في افلام مصريه، زي اي نجمه مغربيه موجوده في مصر بتعرف تتكلم مصري وبتقدر تمثل في اعمال مصريه. فانا اتصور ان احنا لازم نتكامل ونتواصل ونشتغل مع بعض. وليتو تتفهموا اللهجه المغربيه؟ لان قبل كان صعب، تيقول لك ما تنفهموش، انتم تتكلموا باللهجه المغربيه تتكلموا صعيبه يعني، لهجتكم شويه صعبه. ولكن انا تنتكلم معك باللهجه المغربيه، ولكن فهمتيني يعني. بس فهمتك، لانه انا يعني عندي اطلاع مبكر على العالم كله، وأصدقاء مشتركين من جميع أنحاء العالم، فأنا متعودة ودني على العراقي وعلى المغربي وعلى التونسي. أنا يعني أصدقائي حتى بحاول أتقرب بأنه أتكلم لهجاتهم زي ما هم بيتكلموا لهجاتي. فيمكن أنا حالة استثنائية شوية، مش كل الناس عندها الثقافة الآخر بسهولة. فالمغربي شوية صعب، التونسي أسهل، يعني التونسي يتفهم لينا أكتر، بس تكلموا بسرعة بسرعة. مش متفهموا والو. مش متفهموا.